السلام عليكم، هي دي لجنة كام؟ لجنة 6 يا استاذ. تمام ماشي كويس كويس. ماشي ايه حضرتك؟ هو حضرتك اللي هتراقب علينا؟ اه يا حبيبي انا اللي هراقب عليكم. اه هو يوم باين من اوله. السلام عليكم، هي دي لجنة 6؟ اه يا استاذ تعالى اتفضل. يا نهار ابيض، هو ده كمان هيراقب علينا؟ الظاهر كده، شفت الوكسة اللي احنا فيها؟ لا بس ان شاء الله هنعرف نغش يا خناص صح؟ تغش؟ يخرب بيت الطموح يا صياد، يا ابني دي تبقى معجزة لو عرفت تتنفس وهم واقفين. لا يا خناص ان شاء الله هيخلونا نغش براحتنا. ده في المشمش يا كريم، انت مش شايف منظرهم عاملين ازاي؟ ده انت مقفر قوي يا قناص، مش للدرجات دي يعني. اه ماشي يا صياد، هتبقى تشوف في الاخر. طب يا قناص اعملي في البرشام اللي معايا. البرشام اللي معاك حطه في ال احطه فين يا قناص؟ في الجزمه يا اسطى. دي تبقى مصيبه يا قناص لو مش غشينا يا قناص، ده احنا مش ذاكرنا، ده احنا هنشيل الماده كده ونادي السنه. يعني انا يا صياد معايا حل وبعدت عنك؟ لا طبعا، ده هم دلوقتي اهو الحل من بعض يا اسطى. يا قناص ما تيجي تلغيهم بفلوس يمكن يوافقوا. فلوس ايه يا كريم؟ هم دول منظر فلوس؟ ده انت لو قلت لهم فلوس هيعملوا لك محضر غش على طول يا اسطى. هو انت يا ابني انت وهو بتلغوا كتير ليه؟ ده حتى ورق الامتحان لسه ما توزعش. يا رب ما يجي الواد اللي قاعد في اخر ديسك. انا يا ريت تبطل رغي شوية. حاضر انا اسف يا استاذ. شوفوا بقى قبل ما الورق يتوزع، انا مش عايز صوت في اللجنة، لاني اقسم بالله لو لمحت واحد بيتكلم او بيكلم في اللي جنبه او بيغش من اللي جنبه هسحب ورقته ومش هرجعها له تاني ابدا. يا نهار ابيض، ايه المراقب ده يا قناص؟ يبقى قابلني بقى يا صياد لو عرفت تغش كلمة. يعني برضو عمال اتكلم واحذر، وبرضو الواد اللي في اخر ديسك عمال يتكلم ومش ببطل كلام. اسف والله يا استاذ، خلاص اخر مرة. اللجنة دي شكلها هتخنقني وانا خلقي ضيق اصلا. طب بتبصوا لي كده ليه؟ ما تخلصوا تحلوا. طب وهو فين الورق يا استاذ علشان نتنيل نحل؟ اه معلش نسيت اوزع الورق. صبرنا يا رب. معلش يا مستر، ممكن تاخد توزع الورق مكاني؟ ليه حضرتك ما عندكش ايد؟ ايه الغزاله متضايقه؟ ما المراقب النتين مراقب علينا، هنعمل ايه يا عين؟ ايه يا اسطى اللي انت بتقوله ده؟ ايه يا قناص اللي انت بتقوله ده؟ لا ولا حاجه يا اسطى، ده بس من غلبه والله. ايه الاسئله اللي زي الزفت دي يا اسطى؟ ده مفيش ولا سؤال حتى انا عارفه. انا شلت الماده كده يا اسطى. يا حسن السودا يا اما، يا حسن السودا يا اما، يا حسن السودا. يا قناص هنعمل ايه يا قناص؟ احنا في خطر. هنعمل ايه يعني يا كريم؟ بعد اللجنه هنستناهم تحت ونفقعهم العلقه المطلوبه زيهم زي المراقبين اللي قبلهم. هو ده يا اسطى، وانا معاكم يا اسطى، وهنضربهم يا اسطى وننزل نطلع عينهم يا اسطى بعد اللجنه يا اسطى، علشان انا هشيل الماده النهارده يا اسطى. ها شباب، الامتحان ايه اخباره معاكم؟ لا ده طلع صعب قوي. الحمد لله، انا كنت هتضايق جدا لو كان طلع سهل. ايه يا اسطى؟ يا قناص اي سؤال يا اسطى، ساعدني اي سؤال، اصلا انا كده هشيل الماده وهسقط بسرعه، اخلص الوقت هيخلص. يا شيخ اتنيل، هو انا عارف حاجه علشان اديها لك؟ الواد اللي في اخر ديسك اتكلمت تاني، ده اخر تحذير ليه؟ معلش يا استاذ اخر مره. ما كل مره بتقول اخر مره وبرضه بلاقيك ترغي مع اللي جنبك، ما تبطل بقى. لا المره دي بجد اخر مره. لما نشوف، بص فراتك. ولا انت اللي في اخر ديسك على فكره، انت مش هترتاح غير لما اسحب ورقتك. في ايه يا استاذ؟ دي عطسه، انا ما اتكلمتش اصلا عشان تعمل معايا كده. طب يا ريت بقى الكحه دي ما تطلعهاش تاني. يعني ايه ما تطلعهاش تاني؟ اموت يعني عشان خاطره؟